من البصرة التي تصدر أكثر من 3 ملايين برميل من النفط يوميا عبر الموانئ البحرية، وفي ظل الانخفاض السريع لأسعار النفط عالميا، بدأت المخاوف تتصاعد من انهيار الاقتصاد العراقي. هبوط الأسعار ما دون 70 دولار، وبالتالي فإن لذلك عواقب حقيقة سلبية على الاقتصاد العراقي. أنه كان يؤمل أن يرتفع السعر فوق 70 دولار لتعويض العجز في الموازنة، هذه من ناحية. من ناحية أخرى أعتقد أن الموازنة الاستثمارية هي التي تتضرر بشكل مباشر. ومن بين الخطط الحكومية لتعزيز الإيرادات المالية التوجه نحو استثمار الغاز والنهوض بالصناعات الوطنية بدلا من الاعتماد على النفط. هناك توجه باتجاه الغاز واستثمار الغاز، وأيضا توجه باتجاه النهوض بالصناعة الوطنية. هذه خطط مستقبلية. أما الآن في الوقت الحاضر تخفيض الإنتاج هو تخفيض نسبة قليلة جدا ولا تؤثر على المجمل العام، لأن احنا بحاجة إلى المحافظة على السعر أو زيادة السعر، وليس فقط إطلاق الكميات أو تصدير كميات. ويرى مختصون أن اعتماد العراق بشكل كبير على الموارد النفطية دون التوجه نحو إيرادات أخرى سيدخل البلاد بظروف اقتصادية قد تكون صعبة على الجميع. من البصرة علي البطاط، السومرية.